السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في القناة ديال عفائل، قناة اللي كتبت عروض عقارية مختلفة وكذلك كتعطيكم فكرة على كل ما يروش مجال العقار، من ديكور، فينيسيون، صباغة، أبواب، أثمنة ومواقع. كنتمنى تكون كتنال الإعجاب ديالكم هذه القناة. هذه معكم طارق، غادي نقوم بالوصف ديال هذا العقار. ما تنساوناش بالضغط على الزر ديال الإعجاب وكذلك بالاشتراك باش تعمل الفائدة علينا وعليكم. على بركة الله، أول حاجة اللي غادي نقدر نقولها اللي هي إجمالية اللي كتشمل هذا العقار، هو عقار بستيل مغربي، ديكور مغربي، ماشي ستيل هاد المودرن هذا. بصح مدخله فيه شي شويه اللمسه المودرن بهاد الصباغه، ولكن كما كتشوفوا معايا داك التقاوس، وبالنسبه للبلافون، بالنسبه حتى الديكور ديال 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 البلاتينيا بداك الديكور ديالها كيفاش جاي، ستيل اللي بصح تيفكرنا بالديكور المغربي. مثلا هذه شقه اللي كتواجد الطابق الارضي في عمارة اللي فيها R بلوس 2، فقط جوج ديال الطوابق لا أقل، ثلاثة ديال الناس اللي ساكنين. هذه كتواجد الطبق الأرضي، جاية على شارع، زنقة صغيرة ديال العشرة، كتنقسم لجوج ديال الغرف وصالون سيجور وكوزينة وتواليت ودوش. بالنسبة للثمن ديال هذا العقار، هذا هو 380 ألف درهم، أي 38 مليون. وهذا العقار هذا مساحة ديالو إجمالية اللي كانت في الأرض، في القطعة الأرضية فين تبنى، هي 100 متر. كتبقى سالمة في التتر ديالو، كنحيدو منه الدروج، كنحيدو منه المساحة بحال دابا ديال لاكور، كتبقى فيه تقريبا شي 80 يمكن أو 82، حيت مش لو تتر ديالو شحال فيه. كما كتشاهدو معنا المطبخ هو هذا، هذه دار اللي كانت ديجا مسكونه، ماشي دار من نوع جديد اللي كنشوف بالطريقه، دار اللي تبنات في 2011 او 2012 على ما اظن، وعاودوها ناس مالها اللي حطناها للبيع، عاودوها كامله. بالنسبه للموقع فين كيتواجد هذا العقار، هذا هو بالتجزئه ديال ياسين او ما يعرف بحي الصحراء، هو اقرب ما يكون الى الهديم من اي حي، مثلا كاميليا او رياض الزيتون. حي الصحراء راه قريب جدا الى المدينه، وقريب جدا لشارع محمد السادس، حتى السوق، داك السوق الكبير اللي ولا اللي كيبيعوا فيه تقريبا كل شيء كيتباع في واحد السوق ديال حي الصحراء، راه ولا معروف الطريق في الشارع ديال محمد السادس. وحنا طالعين كنفوتوا الرومبوان ديال مولاي مليانة على يدينا ديال اليسر، راه كاين تما السوق موراه. كما كتشوفوا كتنقسم من صالون وسيجور. بالنسبه للديكور والزخرفه كما قلنا بطريقه تقليديه، كل واحد راه كاين اللي كتعجبو الطريقه، كاين اللي كتعجبو الطريقه الروميه. بالنسبه للعروض، راه هناك عروض مختلفه عند القناه، في القناه ديالنا ولا عند الوكاله العقاريه اللي سميتها افائر، اللي هي الوكاله ديالنا اللي كنتواجدوا بالحي ديال رياض الزيتون، والارقام ديالنا هي كتبان اسفل الفيديو. اللي بغى مثلا شي عقار، ما عليه الا الاتصال بنا. واحد الحاجة اللي نبغي نضيفها، أي واحد كيشاهد الفيديو ديالنا، إلا عندك شي عقار لا سيما في القطع الأرضية، مثلا عندك بلوس دو ولا بلوس تروا ولا بلوس كاتر ولا بلوس سانك هنا في مدينة مكناس، شي قطعة باغي تبيعها، نحن راه الإشارة، عندنا زبناء من هاد النوع هذا ومن هاد القبيل هذا. ما عليك إلا الاتصال بنا والتواصل معنا عبر الواتساب. أنا كنعاودها، إلا عندك شي أرض ولا شي عقار بغيتي تبيعو، نحن راه الاشاره ديالكم في مدينه مكناس كامله. هنا كتشوفوا معايا الغرفه رقم 2 ولا الغرفه رقم 1 اعتذر، بالبلاكار ديالها وفيها واحد لابتيت كور ديالها. هذا العقار هذا جاي على واجهه ديال 10 ديال المتر، ولا شارع ديال 10 ديال المتر، وجاي على الواجهه ديالو، الواجهه اللي هي جنوبيه، اذا الشمس النهار كامل كتكون مشمشه من الجهه ديالها ديال الصالونات، ومن الجهه ديال كذلك ديال المطبخ. عدد ديال السكان في هاد العماره ولا في هاد الدار، هادي كاينه شقه في الطابق الارضي اللي هي اللي محطوطه للبيع حاليا، وشقه في الطابق الاول والثاني فقط.
ثلاثة ديال الناس بالنسبة للثمن هو 38. شيئا ما، كنأكد عليها شيئا ما للنقاش، هذه من العروض اللي ممتازة. علاش؟ على مقارنة مع الموقع اللي هو قريب كما قلت للشارع ديال محمد السادس، قريب للسوق ديال مبروكة، قريب لهدي، ممكن تمشي للمدينة على رجلك، مسافة من هاد الدار ديال المدينة الباب منصور بالضبط، المعلم التاريخي ديال مدينة مكناس، تقريبا عندك مضبوطة بالرجل تقريبا 10 ديال الدقائق، ممكن حتى 7 ديال الدقائق بالسيارة، راح أقل. إذا هادو هما المعلومات الإجمالية ديال هاد العقار، كنتمنى يكون عجبكم. اللي بغى يشوف عقارات أخرى راه عندنا العديد العديد من العقارات محطوطة للبيع، نحن وراه الإشارة ديالكم، وكنقول لكم شكرا شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين. ما تنساوناش بالضغط على الزر ديال الاشتراك، وكذلك بالضغط على الزر ديال الإعجاب ديال الفيديوهات باش تدفعونا نجيب لكم كل نهار أحسن وأحسن. إلى اللقاء وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.